السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نبدأ السيشن يونت 15 عن الامبيراتيف. الامبيراتيف يعني صيغة الأمر. And let's، وكلمة let's معناها إيه؟ استخدامها إيه؟ أول حاجة التايتل هنا اللي باللون الريد الأحمر، I can recognize، أقدر أتذكر and use imperative، صيغة الأمر forms and let's وصيغة let's. طيب إزاي أستخدم الأمر؟ زاد لحد امر، يعني بالعربي لو انا عاوز اقول لحد انه يفتح الباب هقول له افتح الباب. طيب بالانجلش هقولها ازاي؟ افتح يعني open، والباب يعني the door، open the door، الموضوع خلص كده، اديت له امر open the door. يبقى ازاي اكون الامر؟ احط بس الفعل في المصدر في بدايه الجمله. بص كده معايا الامبيريتيف، قلنا لو انا عاوز ادي امر المطلوب مني فقط لا غير ان انا احط الفعل في المصدر في بدايه الجمله. يعني عاوز اقول له كل الطعام بتاعك، ياكل يعني ايت، فبدل الامر كل ايت يور فود، كل طعامك. بلاي ويز يور تويز، العب باللعب بتاعتك، بلاي فعل امر، بلاي يلعب. لو حطيتها في اول الجمله في المصدر من غير اضافات، من غير اس في الاخر، من غير اي ان جي في الاخر، من غير اي اضافات، يبقى كده امر. طب اشرب اللبن، يشرب يعني درينك، حطها في الاول بقت امر، درينك يور ميلك. اعمل واجب، دو يور هوم وورك، اعمل الواجب بتاعك. يبقى عشان اعمل امر لازم احط الفعل في المصدر فين؟ في اول الجمله، لازم يكون مصدر، يعني مصدر يعني بدون اضافه. ادي كل الموضوع. طيب تعال نجرب كده امثله ماتش ذا فيربس، هنوصل او هنوفق الكلمات with the picture مع الصور بتاعتها and complete the sentence، ونكمل الجمل with affirmative imperative يعني بأمر مثبت. مديني أول حاجة catch يمسك، close يغلق، drink يشرب، give يعطي، jump يقفز، read يقرأ، run يجري، wear يرتدي. طبعا دي أفعال مضارع. طب لو حطيتها في أول الجملة هتتحول لإيه؟ الأمر، بخصوص إنها إيه؟ مصدر من غير إضافات. طيب الأم هنا المادر بتكلم الدوتر بنتها، بتقول لها وير يور جاكيت، ارتدي إيه؟ يور جاكيت، السترة بتاعتك، الجاكيت بتاعك. طيب تحتيها نمبر 1 نوت ذيس، إيه؟ أقول لها إيه؟ إيه من فوق ينفع مع الوتر المية؟ درينك، درينك ذيس. وقلنا قبل كده ان this معناها هذا او هذه للايه؟ للمفرد القريب. طب لو بعيد that، طب لو جمع these او those، these للقريب وthose للبعيد. طب تعالى نحل نمبر 2، هنا الاولاد بيعملوا ايه؟ بيجري، بيجري يعني عاوز اقول له اجري، الحق الاتوبيس اجري، هقول له run. طيب رقم 3، يبقى هنا نكتب run في رقم 2. رقم 3 me the phone، me يعني انا، عاوز اقول لها اعطيني انا، me هنا ضمير مفعول به معناه انا، عشان انا اللي هيقع عليا الفعل، انت يا بنت اللي هتعطيني انا كتيتشر، فانا هنا مفعول به انا وقع عليا الفعل، فقلنا me ما قلناش اي، لكن لو المس اللي هتعطيها كانت هتقول اي، فهنا المس هي اللي هتاخد منها، فبتقول لها اعطيني the phone. يعطي يعني ايه؟ give، يبقى هكتب هنا ايه from رقم 3 give، give يعني يعطي. طب تيجي على رقم 4 بيقول the letters، الحروف، عاوز اقول له ايه؟ اقرأ، اختار ايه من فوق؟ read، read the letters. number 5 شباك مفتوح، في ساعة داخلة او مطرة، اقول ايه؟ اغلق، يعني ايه اغلق؟ close، close the window، اغلق الايه؟ الشباك. وكلوز ناخد بالنا من البرونسيشن بتاعها، ان الاس هنا نطقها زد. ليه؟ مين يعرف؟ عشان الاس هنا وقعت ما بين تو فاولز، ما بين حرفين متحركين. طيب نمبر 6 هنا بقول له اقفز، اقفز يعني ايه؟ صح، جامب، جامب، اقفز. طيب الصوره اللي بعديها
الحق الكوره، امسك الكوره، يبقى ايه؟ ذا بول كاتش. يبقى كل اللي عملته حطيت الفعل في الامبيراتيف في صيغه الامر في بدايه الجمله. طيب هنا الديفينيشن بتاعنا، التعريف، وي يوز امبيراتيف تو جيف انستراكشن، عشان ادي تعليمات، ادي تعليمات، جيف انستراكشنز. وي فورم ذا امبيراتيف، بكون الامر، وذ ذا بيز فورم، بالشكل الاساسي للفعل، يعني الفعل في المصدر من غير اضافات. مثال: come here، تعالى هنا، sit down، اجلس، open the door، افتح الباب. We add don't or don't, do not or don't to form the negative. لو عاوز انفي بقى، اقول لك لا ما تعملش كده، اعمل ايه؟ احط كلمة do not او don't وبعديها الفعل في الامبيراتيف، كده يكون نيجاتيف امبيراتيف، يعني امر منفي، يعني بالعربي عندنا بنقول عليه نهي، ما تعملش كده. مثال: don't come in، ما تدخلش. don't sit there، ما تقعدش هناك. اوكي، يبقى انا لو عاوز ادي امر الفعل هيكون في المصدر. طب لو عاوز ادي نهي، لا تفعل، النيجاتيف، اعملها ازاي؟ احط كلمه don't، بليز، عشان هي هتبقى اول حاجه، يبقى اول ليتر ايه؟ اول حرف يكون ايه؟ كابيتال ليتر. don't زائد imperative يعني المصدر، infinitive المصدر، don't والمصدر. مثال: don't، لو هنا بدي امر، eat your food، كل طعامك، عاوز انفيها اقول ايه؟ حط كلمه ايه؟ don't. يبقى don't الفعل في المصدر eat، don't eat your food. طيب عاوز اقول له ما تلعبش في الشارع، انهي ازاي؟ don't، don't ايه؟ بلاي، ما تلعبش، in the street، في الشارع. يبقى انا كده النهي بتاعي، يبقى الامر بحط الفعل بس في المصدر، النهي don't زائد المصدر. وناخد بالنا ان don't اول letter فيها يكون capital letter. طيب هنا write the affirmative imperative، اكتب صيغه الامر المثبته. عاوز هنا open، وقول لي the window، يبقى open the window. number one، not down، كاتب بين قوسين sit، يبقى هي sit down. هنا رايت، هكتبها في الاول، رايت يور نيم، ها اقرا، listen to me، اسمع لي. فور، انسر، خدناها قبل كده يعني يجاوب، انسر ذا كويستشن، انسر ذا كويستشن، جاوب على السؤال. فايف، لوك ات ذا بيكتشر، انظر له الصوره. سكس، ستاند اب. سفن، كلوز ذا دور، اغلق الباب. ايت، كم ان، يعني ادخل تفضل. 9، جو اواي، ابعد، امشي. 10، هيلب مي، ساعدني. كده صيغه الامر، حاطط الفعل اللي بين الاقواس اللي بين براكتس دول في صيغه الامر، ما عملتش فيه اي حاجه خالص، حاططه في المصدر. طيب عندنا هنا will write negative imperative، اكتب صيغه النفي. اكتب النفي ازاي؟ قلنا هحط دونت اول حرف كابيتال والفعل في المصدر، او don't eat that، وعاوز يحط not eat. طب not sit اقول ايه؟ don't sit there، ما تقعدش هناك. don't الفعل في المصدر sit، بعد كده there. بينفع اكتب don't not؟ غلط، هي don't بس اللي هي do not. طب number two، عاوز يحط speak وعاوزين فيها، يبقى اقول ايه؟ don't speak on your phone. 3، نفي برضه، كله نفي اهو، يبقى قول ايه؟ don't kick the ball، ما تشوتش الكوره. 4، don't jump too high، ما تقفزش الاعلى. اللي بعديها on the desk، on the desk هقول don't stand، ما تقفش on the desk. number 6، don't talk، talk، ناخد بالنا ان الايه اللي هنا منطقه او، don't talk in the class، ما تتكلمش في الفصل. 7، don't take photos، ما تلتقطش صور، ما تصورش. 8، don't go to bed late، ما تروحش تنام متاخر. اوكي، طيب هنا هنماتش ذا صور البيكتشرز دي، write affirmative and negative or negative imperatives for the picture. هنكتب صيغه الامر والنهي. طبعا ما عنديش غير صورتين بس نهي، اللي هي بيكتشر نمبر اي، بيكتشر نمبر سي. يدينا هنا الفيربس اللي عندي: look، انظر، read، اقرا، sit، اجلس، stop، تقف.
توقف توك تحدث. نمبر A write the answer اكتب الإجابة. Write the answer رقم A write the answer اكتب الإجابة. Number 2 at 12 o'clock الساعة 12 stop توقف. C to other students للطلاب الآخرين ده أسلوب أكيد نهي. C don't A don't talk. D sit down هو كاتب down يبقى محتاج مني sit down اجلس. E عاوز ينهي اقول ايه don't look ما تنظرش at your phone. F the question فيش عندي غير read اقرا the question اقرا الاسئله. هنا catch the ball امسك الكوره امر. هنا don't run ما تجريش. اوكي هنا القاعده الثالثه والاخيره عندنا النهارده let's. وليتس خدناها قبل كده معناها هيا بنا. وقلنا ان let's دي بستخدمها في الاقتراح معناها هيا بنا او دعنا. دعنا ايه؟ نحن او هيا بنا ايه؟ نحن. قلنا let's بتساوي let us يعني الاس اللي عليها ابوستروف دي الاس دي اختصار كلمه us واس يعني نحن. خدناها في ضمير ايه؟ صح المفعول به. طيب ليتس بيجي بعدها ايه؟ برضه بيجي الفعل في المصدر. يبقى كل اللي خدناه في السيشن النهارده بيجي وراه مصدر. الامر مصدر في اول الجمله. النهي دونت زائد مصدر. والاقتراح ليتس برضه زائد مصدر. هيا نذهب ليتس جو. هيا نلعب ليتس بلاي. هيا ناكل ليتس ايت. هيا ننظف ليتس كلين وهكذا. طيب لو انا عاوز اقترح ان احنا ما نعملش كده ما نذهبش. ما نلعبش اقول ايه let's not وبعديها الفعل في المصدر. let's not وبعديها الفعل فين في المصدر. مثلا let's go تبقى let's not go. let's play تبقى let's not play. let's eat تبقى let's not eat. let's clean تبقى let's not clean. اوكي تعالى نشوف الامثله. اول واحده هنا let's go to the cinema عامل عليها صح. لا صح هنعملها اثبات واللي عليها غلط هنعملها نفي. نمبر 2 نمبر 1 ها اثبات يبقى اختار ليتس ولا ليتس نوت. ليتس اكتب هنا ليتس واتش هنا نفي تبقى ليتس نوت سيت. 3 ليتس تيك فوتو تعالى نلتقط صوره. 4 ليتس ميك a cake. number 5 let's play هيا نلعب. number 6 let's buy هيا نشتري an ice cream. ice cream وليه حطينا هنا ان؟ قلنا الاول ان بيجوا مع الاسم المفرد اللي يعد اللي بادئ بصوت vowel صوت متحرك وطبعا هي الايس كريم اسمه مفرد ويعد. 7 فون وحاطط نفي يبقى عاوز ايه؟ اقول ليتس ولا ليتس نوت؟ ليتس نوت. ليتس نوت ايه؟ فون. 8 برضه حاطط نفي يبقى ليتس نوت ريد. اوكي مثال ليتس بلاي تنس هيا نلعب تنس. ليتس نوت بلاي تنس لا تعالى ما نلعبش تنس. ليتس واتش ا دي في دي تعالى نتفرج على الدي في دي. نو let's not watch DVD لا مش عايزين نتفرج على الدي في دي. يبقى انا لو هقترح حاجه هقول let's والفعل في المصدر. طب لو هرفضها اقول let's not والفعل في المصدر. نيجي بقى على الميني ريفيجن المراجعه الصغيره. اول حاجه هنا المس بتقول او المذر بتقول للدوتر بنتها ايه؟ your homework الواجب بتاعك. فبتقول لها اعملي هتقول لها ايه؟ هحط كلمه يفعل في المصدر يبقى ايه؟ دو بس اول حرف كابيتال. دو يور هوم ورك اعملي الواجب. طيب يلا رقم 1 اقفل الباب اقول ايه؟ كلوز ذا دور. رقم 4
جيت اب يستيقظ، اتس ليت الجو متاخر، فانا بقول له ايه؟ جيت اب اصحى، اتس ليت الجو بقى متاخر، ولا اقول له دونت جيت اب ما تستيقظ، اتس ليت الجو متاخر؟ لا اقول له جيت اب اصحى، الوقت اتاخر، اتس ليت، الساعه هنا زي ما انتم شايفين 7:30، جيت اب اصحى. مامته هنا بتقول له افتح، ولا شكلها كده بتقول له لا ما تفتحش ما تفتحش، بتقول له ايه؟ open the window ولا don't open the window؟ don't open the window. 5 listen to music، اسمع موسيقى. ايه لو عايز ادي امر اقول ايه؟ listen to music. طب لو عايز ادي نهي؟ don't listen to music. okay طيب هنا البيز فورم المصدر جو يذهب. طب بريزنت سيمبل اقول هي، فاكرين البريزنت سيمبل قلنا مع الهي والشي والات بنعمل ايه؟ بنحط الفعل اس او اي اس او اي اي اس. امتى بحط الاي اي اس؟ لو اخر حرف واي والواي قبلها حرف ساكن. طب امتى الاي اس؟ لو الفعل منتهي باس او اس اس او اس اتش او سي اتش او 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 اكس، ده البريزنت سيمبل. جو يبقى هي جوز، حطينا لها اي اس عشان اخرها او. طب استادي مع الهي هعمل ايه في الواي؟ احذفها. ليه؟ عشان قبلها حرف ساكن. احط مكان الواي ايه؟ اي اي اس، يبقى هي ستاديز. طب ليف يبقى هي ليفز، احط لها اس بس. طب واتش هي، احط اس ولا اي اس؟ والله اي اس، حط طبعا اي اس لانها منتهيه ب اس اتش. طب هي ست، ينفع ولا احط حاجه؟ حط اس، يبقى هي سيتس. هاف، طلبه كتير بتحط على هاف اس، الكلام ده غلط. الهاف نفسها تيجي مع الاي واليو والوي والزي واسم الجمع، اما الايه اللي بيجي مع الهي والشي والات؟ طبعا كلمة هاز، يبقى هاف هنا تحول لإيه؟ لهاز، هي هاز. لما أقول I have bread أنا بتناول خبز، لكن هي هاز بريد هو يتناول خبز. يبقى الـ I والـ you والـ we والـ they مع هاف، لكن هي والـ she والـ it بياخدوا هاز. eat مع الـ he تبقى eats، حط اس. طب الدو تيجي مع الـ I والـ you والـ we والـ they الـ verb to do. طب مع الـ he والـ she والـ it يبقى does. بلاي مع الهي وشو ليت، حط اس تبقى بلايز. رايت حط اس تبقى رايتس. هي درينك، نو هي درينكس، احط اس. طب ده البريزنت سمبل المضارع البسيط. طب البريزنت كونتينوس المضارع المستمر بيكون من ايه؟ ام واز وار، فعل متضاف له اي ان جي. طب مع الهي احط لهم ايه؟ كلهم هياخدوا اس، از از، والفعل ده اعطوا له ان جي، يعني هي او الاز بدل جو تبقى جوينج. يلا شي، صح از ستاديينج، احط له ان جي ومش هحذف الواي. شي ليف، اعمل ايه؟ شي از ليفينج، بس هحذف الاي، قلنا الفيرب اللي اخره ايه بحذفه واحط اي ان جي، يبقى شي از ليفينج. She is studying. Watch. But she is watching. أضيف إن جي. هنا she is sit. هعمل فيها حاجة؟ أضاعف حرف التي. ليه؟ عشان التي قبليه حرف إيه؟ vowel. قلنا لما يكون في عندي كلمة فعل آخر حرف ساكن وقبليه متحرك بضاعف الحرف الساكن. يبقى التي هتبقى مرتين وبعد كده أقول إن جي. يبقى she is sitting. S I T T I N G. She is أقول having، بس أعمل إيه؟ أشيل الإي، يبقى she is having. She is eating. She is doing. She is playing. She is writing، بس أعمل هنا إيه؟ صح هشيل الإي واحط ان جي. She is writing. هنا she is
drinking. Excellent. يلا نحل التمرينين دول، تمرينين جمال جدا. أول حاجة Sam is going to the cinema. عايز أعملها سؤال، تقول هنا make the sentence، اعمل الجمل into questions، حولها للأسئلة. هعمل إيه فاكرين؟ Must is Sam going. طب you live in Paris. هو جاب منين دو دي؟ مش احنا قلنا مع الاي واليو والوي والزي بنحط الفعل في المصدر؟ طب ايه الزمن اللي مع الاي واليو والوي والزي بنعمل نحط الفعل في المصدر؟ مضارع بسيط، يبقى هسال بايه؟ بدو او داز. طب الفاعل يو، يبقى هسال بدو. القاعده بتقول ايه؟ دو او داز الفاعل، والفعل فين؟ في المصدر، يبقى دو يو ليف. هنا زي بلاي نفس الكلام، مصدر اهو، يبقى هسال بدو او داز. ايه اللي بيجي مع الزي؟ دو، يبقى دو زي بلاي. نمبر 2، يو ار listening، محتاج دو او داز؟ لا، ما انا عندي فيرب تو بي ار اهو، فهعمل ايه؟ مص، يبقى نزل ار الاول، بس اول حرف ايه؟ كابيتال. ار يو listening تو ميوزك، هل بتسمع موسيقى؟ لوسي ريدز، حاطط للفعل اس، يبقى ده زمن ايه؟ مضارع بسيط مع الهي والشو والات واسم المفرد، بتحط للفعل اس. مضارع بسيط يبقى اسال بايه؟ بدو او داز. لوسي تاخد ايه؟ داز، يبقى داز لوسي ها ريد، بس لان دو داز الفاعل، الفعل فين؟ في المصدر، يبقى داز لوسي ريد بوكس. 4، شي از، في از محتاج احط دو او داز؟ لا، ما الاز موجوده، يبقى اعمل ايه؟ مقص، يبقى از شي دوينج هير هوم ورك. 5، توني ستاديز، ستاديز يعني حاطط الفعل اي اي اس، ايه الزمن اللي بنحط فيه اس او اي اس او اي اس؟ مضارع بسيط، يبقى اسال بايه؟ بدو او داز. توني مفرد، يبقى اسال بايه؟ داز، يبقى داز الفاعل اسمه ايه؟ توني، يبقى داز توني. ستاديز احطها كده؟ لا، اعمل فيها ايه؟ ارجعها مصدر، يبقى داز توني ستادي ماث، هل هو بيدرس الحساب؟ نمبر 6، It's rains in winter، بتمطر في الشتاء. الفعل متضاف له اس، يبقى مضارع بسيط، يبقى اسال بايه؟ بداز، داز ات رين، مصدر. She draws، نفس الكلام، يبقى اسال بايه؟ داز، داز شي درو. The sun is shining now، الان مضارع مستمر. هسال بدو او داز؟ لا طبعا، ليه؟ عشان في از، هنزلها اول حرف كابيتال، اعمل مقص، يبقى is the sun shining now. هنحل التمرين ده، اديني do listen play play read run swim catch، كلها كلمات سهله. today اول ما لقيتها عرفت ان الجمله مضارع مستمر، am with are فعل متضاف له ing، كلمات الداله على مضارع مستمر، لكن normally كلمات داله على مضارع بسيط، يبقى مع الاي واليو والوي والزي مصدر، مع الهي والشي والات هنحط اس. on رقم 1، on Sundays، on واي يوم من ايام الاسبوع، يبقى مضارع ايه؟ بسيط. on Sundays ايام الحد، dad ابي، normally not the guitar، بابايا مفرد، يبقى اقول play ولا plays؟ plays the guitar. but لكن today، النهارده بقى، he مضارع مستمر، شيرت وبنطلون، يبقى he is playing in the sea. number 2، on Sunday مضارع بسيط، Allison and Beth مع TV، watch مصدر، ليه؟ لان بالجمع، مع الاي واليو والوي والزي واسم الجمع بنحط الفعل في المصدر، يبقى watch. today النهارده بقى شلت الاسمين وحطيت مكانهم زي، بدل ما اكتبهم تاني هما they، الزي بتاخد ايه؟ مضارع مستمر. they are ايه؟ watching. number 3، today يعني مضارع مستمر، جيمس، ولد اسمه جيمس مفرد، يبقى ياخد ايه؟ is ايه؟ swimming، حط اي ان جي عشان بدأ ب today. طب هنا normally في العادي بتاعه، but he normally، لكن العادي اقول he، هو بدل جيمس he، اقول swim طلع ايه؟ اس،
عشان نورمال هنا مضارع بسيط يبقى swims. تعالى نحل دول. take the correct word to complete the sentence. هنعلم بس صح على الكلمة الصح. Jill having يعني ing يعني بنطلون، يبقى محتاج ايه؟ is قميص. Jill مفرد خد is ما خدش or. طب I not reading، في reading في ing يبقى محتاج ايه؟ am with a or. الاي بيجي معايا ايه؟ am. not you like، طبعا في ناس كتيرة بتختار or وتبقى غلط. طب ليه يا مستر؟ لان ار كان المفروض الفعل هنا يجي متضاف لاي ان جي، مش احنا قلنا قميص وبنطلون مرتبطين ببعض، طالما في هنا اما وزار يبقى لازم اي ان جي. طب كده يبقى الفاعل والفعل في المصدر، يبقى ايه؟ دو او داز. طب ايه اللي بيجي مع دو؟ مع يو؟ دو. يبقى دو يو لايك توميتوز، هل بتحب الطماطم؟ لكن لو كانت لايك دي متضاف لاي ان جي كنا خدنا ار. طالما في المصدر يبقى دو او داز، الفاعل يو يبقى تاخد دو. بين نوت ليف برضه مصدر. طب بين ده مفرد يبقى هنفي بايه؟ يا اما دونت يا اما دازنت. طب ليه مش ازنت؟ عشان مفيش اي ان جي. يبقى بين دونت ولا دازنت؟ دازنت عشان بين مفرد. زي نوت ليسننج، هنا بقى اي ان جي ليسننج، يبقى مش هاخد دونت، يا اما ارنت يا اما ازنت. طب ازاي بيجي معايا ايه؟ ارنت. هنقرا الجمل دول ونشوف انهي فيهم اللي صح ونعمل عليها صح. Choose the sentence that are correct. Does Tom play? Do أو does الفاعل فعل في المصدر، جملة صح. وتوم ده مفرد يبقى سالب does. طب number one. Jane and Ryan lives. هما الاثنين جمع. ياخدوا الفعل مضاف له اس؟ لا، احنا خدنا مع الاي واليو والوي والزي الفعل فين؟ في المصدر، يبقى اللي تحت دي هي اللي صح. اوكي؟ يبقى ليفز دي غلط، ليف بس مصدر. نمبر 2 سام نوت، ايه ده؟ وانا بنفي بنوت ولا بنفي بإز نوت؟ طالما في ام نوت از نوت ار نوت، يبقى سام از نوت واتشنج، ما ينفعش اقول نوت از، يبقى از نوت واتشنج. طيب سؤال من اللي جاينا في الامتحان بكره، ليتس جو تو ذا سينما، تعال نروح السينما، ولا ليتس جو تو ذا سينما، انهي فيهم صح؟ ليت جو ولا ليتس جو؟ طبعا ليتس جو اللي فيها اس، ليتس. وقلنا الاس دي اختصار ايه؟ مين فاكر؟ نسينا. ها اس، اس ده ضمير ايه مفعول به؟ فور. بولي دازنت لايك ايجز، بولي دازنت لايكس ايجز، انهي فيهم الصح؟ طبعا اللي فوق. ليه؟ عشان دو او داز بيجي بعدهم الفعل فين؟ في المصدر، بعد الموز والتفاح الفعل في المصدر. لو اتكلمنا على التمرين ده، نورمالي كلمه من كلمات المضارع البسيط، وتوداي كلمه من كلمات المضارع المستمر. عاوز اقول لوسي بتعمل الحاجات دي. لو في المضارع البسيط لوسي براكتس، احط لها ايه؟ اس، براكتس. طب لوسي فيزيتس، عشان لوسي مفرد مع الاي واليو والوي مع الهي والشي والات واسم مفرد، بنحط الفعل اس او اي اس او اي اس. لوسي بلايز، لوسي ستادز، اشيل واي واحط اي اس. طب today مضارع مستمر يعني ام ويز وار فعل مضاف لاي ان جي. لوسي از دوينج هوم وورك، لوسي از جوينج تو ذا سينما، لوسي از بلاينج تنس، لوسي از ستادينج فرنش. يا رب نكون فرقنا بالديفرنت. اللي يسمع الفيديو ده يكتبها لي في الكراسه في الهوم وورك ويبعتها لي، او يصورها ويبعتها لي على الواتساب او على الكومنت هنا على القناه. نورمالي مضارع بسيط لوسي براكتسز، حطينا اس زي ما عملنا فوق. لكن today she is doing homework. اوكي، اتمنى نكون استفدنا، والسيشن الجاي باذن الله هناخد زير از وزير ار، درس لذيذ جدا وسهل جدا جدا. Thank you for watching.